بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مثل ما ذكرنا سابقا، في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى تسعيرات وأشطر فاتورة الكهرباء والغاز. إذن كما هو معنون، أشطر الكهرباء والغاز المستهلك وسعر وحدتها، ودائما نحن نتكلم عن الاستعمال المنزلي. إذن كهرباء الاستعمال المنزلي توتر منخفض الذي رمزه مثل ما ذكرنا أم 54 أم. إذن فكيف يتم فوترة أو صناعة فاتورة المستهلك؟ إذن فلدينا الشطر ووحدته هي الكيلو وات ساعي، وسعر الوحدة بالدينار للكيلو وات ساعي. إذن فمثل ما ذكرنا، الشطر الأول يبدأ من 0 إلى 125 كيلو وات ساعي، وهذا يكون بتسعيرة قدرها 1.7787 دينار. الشطر الثاني يبدأ من 125 إلى 250، بمعنى أيضا 125 كيلو أخرى، وسعر الوحدة هنا هو 4. يعني لاحظ كيف يتضاعف السعر، وهذا للحث على ترشيد الاستهلاك وعدم التبذير في استعمال الطاقة. إذن 4.1789. الآن الشطر الثالث يبدأ من 250 إلى 1000. يعني ما معناه؟ يعني الإنسان الذي خلال ثلاثي وصل استهلاكه إلى 1000 كيلو وات ساعي، كيف سيدفع ثمن الألف كيلو وات ساعي؟ تنتزع منها 125 للشطر الأول، 125 للشطر الثاني، تبقى له 750 في الشطر الثالث، ولك التسعيرة لكل شطر. إذن 125 الأولى يضربها في 1.7787، 125 الثانية يضربها في 4.7789، و 1000 ناقص 250 تعطي لنا 750، يضربها في 4.8120. إذا تجاوز الألف سيجد نفسه في الشطر الرابع. إذن إذا كان استهلاكك الطاقة الكهربائية أكثر من 1000 خلال الثلاثي، فاعلم أنك ستدخل في المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الاستهلاك المفرط. لهذا تجد التسعيرة يعني ترتفع 5.4796. إذن لو تخيلنا مثلا شخص أنه استهلك خلال 3 أشهر 1200 كيلو وات ساعي، إذن كيف ستوزع؟ ننزع منها 125 للشطر الأول، 125 للشطر الثاني، 750 للشطر الثالث، يعني ها هو الألف قد انقضى، بقيت 200. إذن فال200 ستدخل في المرحلة الرابعة أو في الشطر الرابع، وبالثمن الذي هو مقابل لها 5. نفس الشيء بالنسبة للغاز، استعمال الغاز المنزلي أي ذو ضغط منخفض. الكهرباء توتر منخفض، والغاز ذو ضغط منخفض. كذلك هنا ستجد الشطر بالوحدة الحرارية التي رأيتها متر مكعب ساعي، ووحدة أو سعر الوحدة دينار جزائري للوحدة الحرارية. الشطر الأول يبدأ من 0 إلى 1125، إذن الشطر وسعره هو 0.1682. الشطر الثاني يبدأ من 1125 إلى 2500، بمعنى ستجد 1375 هو قيمة الشطر الثاني، أو هي الطاقة المخصصة للشطر الثاني، وسعر الوحدة هنا هو 0.3245. إذا تجاوز المستهلك أكثر من 2500 سيدخل في الشطر الثالث، من 2500 إلى 7500. إذن هنا سنجد يعني قيمة المجال أو قيمة الشطر هي 5000. 7500 ناقص 2500 تعطي لنا 5000، بمعنى الشخص إذا تجاوز، وسعر الوحدة هنا هو 0.4025 دينار. لاحظ يعني كيف تتزايد التسعيرة تدريجيا، وهذا قلنا من أجل ترشيد الاستهلاك وعدم التبذير والإسراف في استعمال الطاقة. إذا تجاوز المستهلك في الثلاثي
القيمة 7500، لنقل مثلا وصل استهلاكه إلى 8000 وحدة حرارية، إذن حتما سيدخل في الشطر الرابع. إذن أكثر من 7500 سيجد نفسه وصل إلى الشطر الرابع. قلت مثلا إذا استهلكنا 8000 فإن 1125 منها سيكون في الشطر الأول، 3175 يكون في الشطر الثاني، 5000 في الشطر الثالث، وما تبقى يدخل في الشطر الرابع الذي كذلك تكون تسعيرته أكبر من التسعيرات السابقة، وهذا دائما بهدف ترشيد استهلاك الطاقة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وفي الحلقة الموالية بإذن الله سنرى كيف نحسب الفاتورة من ألفها إلى يائها، يعني إلى المبلغ الأخير الذي يدفعه الزبون. وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.